مجلس النواب الحالي أغلب الأخوة الزملاء الحاضرين كانوا في الفترة السابقة يرغبون أن تكون هنالك قناة حقيقية وجهة حقيقية توصل أفكارهم وآرائهم إلى تضمين التشريعات ورصانة التشريعات وأثر التشريعات. وكنا نعاني والأخوة ويانا زملائنا بالمنظمات كنا نعاني في سبيل الحصول على لقاء واحد مع عضو مجلس النواب قد لا يكون ضمن اللجنة المختصة. الآن عضو هيئة رئاسة يجلس في منظمة مجتمع مدني في بغداد وفي النجف وفي كربلاء ويحضر إلى نقابة يكون لها كل الاحترام والتقدير وهي شريك أساسي معانا في عملية صياغة التشريعات. هذا الموضوع يتعلق بجملة مبادئ أساسية، وهو مثلا الأساس هو من تثبيت حق المواطن بالحصول على المعلومة والوصول إليها، تمكينه من الوصول إليها والحصول عليها ضمن آليات وإجراءات محددة قانونية تحفظ حقه وكذلك تحفظ حق الجهة الأخرى المقابل. الجانب الآخر تعزز مبدأ الشفافية، أي بمعنى أنه تعزز ثقة المواطن بدولته وبمؤسساته اللي هي تقريبا يعني تعاني من الخلل نتيجة الموروثات السابقة من إجراءات يعني التصدي لهذا الأمر. الجانب الآخر حقيقة يعطي مساحة واسعة للعمل الصحفي وبذلك يعطي مجال لحق التعبير عن الرأي وكذلك بالنسبة للمواطنين أيضا في نفس الحالة، يعني فقط ليس فقط للصحفيين. وضع قانون واضح محدد للمعالم يتكفل بالحصول على المعلومة أو الوصول إلى المعلومات أو حرية المعلومات، أيضا بعض القوانين يعني يطلق عليها يعني اسم هذا القانون. المحور الأساسي للنقاش كان كيفية تمكين الأشخاص الاعتبارية والمعنوية أو وكلاءهم من الوصول إلى المعلومة من خلال الدولة ومؤسساتها، وبما يمكن إيجاد حالة من الرقابة الشعبية والمجتمعية على تصرفات وأفعال الدولة ومسؤوليها، وبيان الانحرافات أو التلاعب بالأموال العامة. يعني في الحقيقة لربما قانون الحصول على المعلومة يعني يمكن الصحافي والإعلامي من الوصول إليها بالطريقة القانونية، وبنفس الوقت هذا القانون سوف يوفر يعني حالة أمنية عالية إلى الصحفيين والإعلاميين، ولكن أيضا يعني الصحفيين بالعقود يعني السنوات الأخيرة لا ينكر تعرضوا إلى كثير من المضايقات التي تحول دون القيام يعني بواجباتهم كاملة من أجل خلق رأي عام وطرح الحقائق أمام الشعب، وبالتالي فهم تعرضوا إلى القتل وإلى الاغتيال وإلى الخطف أحيانا. النقابة مبكرا يعني كانت تقف دائما إلى جانب الصحفيين وهم يتعرضون إلى القتل والاغتيال، وفي ظننا المحامي والصحافي هناك مشتركات كثيرة في عمله يعني، وبالتالي هذا ما تدفعنا إلى الدفاع دائما عن الصحفيين وبالتعاون أيضا مع نقابة الصحفيين من أجل توفير أفضل الشروط لممارسة مهنتهم بعيدا عن كل المضايقات. هذا الحق بالعالم هو حق لكل مواطن، من حقه أن يعرف المال العام أين يذهب. الوزارات والمؤسسات والهيئات والمفوضات عندما تتعامل مليارات الدولارات على مشاريع وعلى عقود، من حق أن أعرف أي شركة نفذت، أي مشروع تلك، أين الجوانب ومحاور الفساد. كل هذا من أجل رقابة شعبية حقيقية، من أجل رقابة إعلامية حقيقية، لابد من وجود قانون يلزم المؤسسات والأشخاص من الرئاسات الثلاثة إلى أدنى مؤسسة وحتى الآخرين يتعاملون بالمال العام من شركات أهلية أو مستقلة، عليها أن تقدم المعلومات الكاملة والصحيحة حتى تنقل للرأي العام. لابد عندما يظهر هذا القانون أنه يحمي الإنسان أن يحصل على المعلومة ويحمي وهو ينقل هذه المعلومة كما قلت. والله هذا هو قانون متحضر، وأكثر الشعوب المتحضرة
صارت على هذا المنوال، لأنه يجعل من المواطن ذو مشاركة فعلية مع الآخرين. بمعنى آخر أنه تطبيق للنص الدستوري أنه المواطنين مشاركين في إدارة دفعة الحكم. وهذا القانون اللي أو مسودة القانون ينطلق من 3 مبادئ كما سار عليها الفقه الدولي، يعني ينطي مبدأ ثقافي للمواطن يجعل أنه من عنده مشارك في مع الدولة.